حرفياً هذا هو بيت الأحلام. هاي البيوت الجاهزة هي بيوت ذكية بمساحات صغيرة وقابلة للنقل، تدعم الاستدامة والتوفير لأقصى درجة. المواد المستخدمة ببناء البيت صديقة للبيئة ومقاومة للحريق والرطوبة، أما الجدران فهي معزولة حرارياً، والنوافذ مزدوجة تمرر أقصى درجة من الضوء بدون ما تدخل حرارة، والسقف مجهز بالألواح الشمسية بحيث البيت ينتج كهرباء بنفسه. التحكم الذكي يشمل كل تفاصيل البيت: الإضاءة، الستائر، قفل الباب الخارجي، منظومة الحماية من الحريق، وحتى أنابيب المياه. ففي حال وجود أي تسريب أو كسر بأنبوب راح يوصلك إشعار وإنذار صوتي، بالإضافة لحساسات أمنية للكشف عن أي محاولة تسلل أو كسر نافذة. وكل هاي المميزات تستمر حتى في حال انقطاع الانترنت عن البيت. واو، شو وقت نسوي هيك بيوت بالعراق؟